سيد مصطفى، ما هي الخطوات التي قد تأخذها أنقرة بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ تركيا ترفض ولا تسمح لتقدم قوات النظام صورة حيث إلى إدلب، لأن سيكون هناك كارثة إنسانية لتقدم قوات النظام السوري. إذن تركيا تريد أن تعيق هجمات وأيضا تقدم زحف النظام السوري إلى حيث مدينة إدلب، لأن هناك اتفاقيات قائمة أصلا مع موسكو، ولكن موسكو كما ذكرتم تريد تعديل هذه الاتفاقية وترسيم حدود الجديد لمنطقة خفض التوتر. هذا مرفوض من قبل تركيا، ولا تتسامح تركيا لتقدم قوات النظام حيث يؤدي أو يدفع النازحين الجدد إلى حدود مشتركة مع تركيا. هذا تستفز تركيا، ومن جانب آخر تخيف تركيا، لأن هذا أولا تؤدي إلى كارثة إنسانية، ثانيا تركيا لا تتحمل أعباء جديد، لذلك وضعت سياسة جديدة كإيلاق الباب أمام طبعا مجيء مزيد من اللاجئين إلى تركيا، لأن هذا يحدث بتركيا أيضا قلاقل اجتماعية سياسية وما إلى ذلك. لذلك تركيا لديه تصميم لإيقاف هجمات النظام السوري، وهناك رسالة أيضا لموسكو لكي تفهم موقف تركيا. هل نحن أمام تصدع حقيقي في العلاقات المشتركة بين تركيا وروسيا نتيجة اختلاف الرؤى بين البلدين في إدلب؟ طبعا موسكو تريد أن تكتسب وقتا إضافيا أو مزيد من الوقت أصلا لحساب النظام السوري حتى يتقدم النظام السوري في نهاية المطاف. يريدون الاستيلاء على مدينة إدلب، هذا مرفوض. أولا لابد أن يكون هناك تسوية سياسية أو الوصول إلى حل سياسي مرضي للأطراف المعارضة أيضا، لأن تركيا ضامن أصلا للمعارضة ليس للنظام. موسكو ضامن للنظام، ولكن طبعا موسكو قد خرقت أكثر من مرة خدا في جنوب سوريا وفي شمال سوريا، هذا مما وطرت علاقات مع موسكو. تركيا لدي حق بالكامل، لأن هناك اتفاقية قائمة مع موسكو في سوتشي، ولم تتنازل تركيا عن هذه الاتفاقية، أو ليس هناك تراجع عن طرف تركيا من هذه الاتفاقية. ما لم تعلن تركيا انتهاء مهمة هذه الاتفاقية هذه جارية، وإن رفضت موسكو لأن اتفاقية ثنائية، هذا ما يوتر العلاقة مع موسكو، لأن موسكو دائما حقا وباطلا مع النظام، وهذا يعني غير مقبول تركيا.